مساء الفل على كل مشاهدي متابعي منصه 24 ساعه رياضه في كل مكان واهلا بيكم في لايف ولقاء جديد بنكون معاكم في متابعين لكل اخبار كره القدم العالميه وبالاخص اخبار منتخباتنا العربيه ونجومنا العرب في المحافل العالميه سفيان مرابط نجم منتخب المغربي واحد مهندسي انجاز اسود الاطلس في الدوحه في قطر 2022 والحصول على المركز الرابع سفيان مرابط مطلوب وبشده في برشلونه طلعنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير ولكن الصيف بيقرب لكن المشاهدين كلهم عارفين انا برحب بكل المشاهدين ليه منصه 24 ساعه رياضة في كل مكان لكن كلنا عارفين ان مع اقتراب انتقالات الصيفيه كل نادي بيبتدي يحضر ازاي هخلص مع اللاعب ده وازاي احط اللاعب ده في اهتماماتي تشافي شايف في سفيان مرابط عنصر مهم جدا لي برشلونة في الفترة القادمة شايفه نجم وسط ملعب سود الاطلس شايف مستواه مع فرونتينا الايطالي شايف تالقه مع المغرب شايف تعامله الدفاعي والهجومي مناسب للعملاق الكتالوني خدوا بالكم برشلونه من الانديه اللي مش بتجيب لاعب والسلام برشلونه ما بتجيب لاعب تبقى عارفه انه يصلح للنادي الكتالوني ودايما بيستخدموا لفظ دي ان ايه البارسا يعني هما بيتعاملوا كانهم مؤسسه ليها هويتها فلازم انت عشان تنضم ليهم تكون عندك نفس الصفات المناسبه للنادي الكتالوني برشلونه مهتم بسفيان امرابط من فتره حطه في اهتماماته منذ نهايه كاس العالم 2022 لدرجه ان الصفقه كانت على قرب الانتهاء في يناير الماضي ده وبالفعل برشلونه كان قاب قوسين او ادى من الحصول على خدمات سفيان مرابط ولكن باظت في اللحظات الاخيره بسبب اختلاف بين الوكلاء وبسبب كمان رفض نادي فيرونتينا الايطالي ورئيسه الاستغناء عن مرابط. المنتخب المغربي لعيبته يعني منوره في الملاعب الاوروبيه. التالق مع المنتخب بيديك ثقه اكتر في التفاوض بيدي وكلائك في التعامل ثقه يقول له بص البروفايل بتاعه مش بس لاعب مع ناديه لا ده لاعب دولي مؤثر قائد من قائدي منتخب المغرب وبرشلونه تشافي عايز يبني يعني برشلونه تشافي بالصفقات احنا شفنا حاليا البارسا بيقترب من لقب الدوري يعني منذ ساعات قليله مضت برشلونه عادل مع جيرونا في مباراه تعثر فيها البارسا ولكن برشلونه برضو لسه محافظ على فرق الثلاثة عشر نقطه مع العملاق الاخر ريال مدريد فابتدى يحضر للصيف اللي جاي لان الاهداف هتكون مختلفة برشلونة خد الدوري خسر كاس الملك بعد اقصائه من الريال بخساره قاسيه برباعيه فاز بالسوبر الاسباني على ريال مدريد في جده في المملكه العربيه السعوديه الموسم القادم هيبقى هدفه اكيد مختلف اكيد الدوري على راس الاهداف واكيد العوده لهيبه وشخصيه برشلونه في مباريات دوري الابطال فتشافي بيبني هيكله على اللعيبه الجديده يا بنسمع اخبار ان البرصة مهتم بسفيان مرابط بقالنا فتره اللاعب مرحب اللاعب ضغط ان هو يتحرك في الصيف القادم طلب وعود من نادي فيرونتينا الايطالي ان الصيف القادم هو اخر آه او الصيف القادم تسهيل خروج مرابط لاي نادي ولكن اكيد لو جاله عرض من البارسا مش هيرفضه خدوا بالكوا ليفربول برضه مهتم بمرابط خدوا بالكوا البارسا وليفربول والاسامي دي اهتمت بلعيبه منتخب المغرب بعد التألق في قطر وبعد الاستمرار على التألق ده في مباراة البرازيل وزلزلة التصنيف العالمي لأن المغرب كان يعني قلبت التصنيف العالمي خلت الأرجنتين تتصدر ورجعت البرازيل ثالث وحافظت هي على المركز الحادي عشر وعندي إحساس إن بإذن الله التصنيف بتاع يونيو المغرب العاشر على العالم وده مختلف برضه صعب اقتحام العشر الاوائل في العالم لكن باذن الله منتخب الاسود قدها وليد الركراكي قدها ولو وليد الركراكي يتمنى خبر او يتمنى لسفيان مرابط التالق اكيد هيقول له روح برشلونه لان التعامل في اسبانيا اكثر احترافيه لان في اسبانيا هينور اكتر لان في البرصة تنافس مع لاعبين اكثر قوه خدوا بالكم سفيان مرابط متطور جدا لاعبي يعني تمسك نادي فورنتينا بيه لاخر لحظه بياكد لك قد ايه هو مدى اهميه سفيان واحنا شفناه مع المغرب بثلاث رقات بسم الله ما شاء الله ونمسك الخشب للاسد الاطلسي وانا بصفتي يعني بحب كره برشلونه ومن عشاق النادي الاسباني اتمنى ان سفيان لو جاله أو عايز يتحرك يتحرك باتجاه البرصة، في البرصة خبراته هتزيد، في البرصة نجوميته هتزيد، في البرصة أنت بتلعب لقطب لأفضل نادي من وجهة جماهير طبعًا برشلونة، لأفضل نادي في العالم أو التاني الأفضل أندية العالم وأكثرهم جماهيرية من المحيط من المعمورة كلها، فأنتوا بتتكلموا عن حلم لسفيان، واضح جدا ان سفيان نفسه يروح برشلونه، تواجد مره متخفيا في مباراه برشلونه اختافي اللي كانت في الليجا في منافسات الدور الاول، بيتواجد كتير في برشلونه بحكم زياراته وانه له منزل هناك، فواضح ان هو نفسه ينتقل الى البارسا، وتشافي نفسه سفيان مرابط يكون في البارسا، الرغبتين متلقيتين ولكن يبقى المال ونادي برشلونه بيعاني ماليا. ونادي برشلونه عنده معاناه كبيره بسبب حزمه الاجراءات اللي اتخذت ضده والقضايا المرفوعه ضده بسبب معاناته في الرواتب في الفتره الماضيه البارسا ومرابط انا نفسي القصه تكتمل نفسي نشوف سفيان امرابط في برشلونه نفسي نشوف نجم و يعني نجم متوسط ميدان فرونتينا ومنتخب المغرب بيزين الوان النادي الكتالوني ويبقى نجم عربي جديد يعني نفسنا برشلونة يعني يخلص في الصفقة هي مش هتكلف برشلونة كتير لكن برضو الوضع المالي للنادي بيحكم الوضع المالي للنادي بيحكم ما مدى أهمية الصفقة ولكن تشافي عايز البارسا آه مرابط عايز البارسا وتشافي عايز مرابط الرغبتين موجودين قولوا لنا انتوا رايكم شايفين مين هيحسم رغبة مرابط ولا تعثر برشلونة المالي ممكن يعرقل الصفقة قولوا لنا رأيكم في صفقة انتقال او احتمالية انتقال سفيان مرابط لنادي برشلونة في الانتقالات الصيفية القادمة قولوا لنا رأيك برضو هل لو انتقل سفيان مرابط لبرشلونة هيكون عنصر في التشكيل الاساسية ولا هيقعد على الدكة لان ده من المخاوف اللي بتقرق آه راس او بيتساءل على الشارع المغربي ان مرابط ممكن يكون على دكه برشلونه ما يكونش بطريقه اساسيه في النادي الكتالوني فانت قول لنا رايك ولو ان انا رايي ان مرابط يقدر يتفوق على اي حد في وسط ملعب برشلونه بوسكت كبر ومحتاجين هم رئه جديده في المنطقه دي تشافي كان في منطقتنا العربيه مدرب للسد عارف كواليتي اللاعب العربي وانه مطيع للاوامر وبينفذ اللي بيطلبه منه المدرب فمرابط هيكون هدف لتشافي انا متاكد من ده ان تشافي هرنانديز مقتنع تماما بامكانيات سفيان مرابط زي ما يورجن كلوب مقتنع تماما بامكانيات سفيان وطلب اكتر من مره اداره ليفربول بتدعيم وسط ملعب الليفر بمرابط خدوا بالكو ليفربول برضو لسه في الصفقه في الصفقه خدوا بالكو ليفربول برضو هيحاول يتعاقد مع مرابط الصيف القادم في خناقه على سفيان مرابط وخدماته ما بين العملاقين برشلونة وليفربول لنا انتوا رأيكم شايفين هيروح فين نجمنا العربي المغربي سفيان مرابط برشلونة ولا ليفربول يتدرب تحت ايد تشافي ولا يتدرب تحت ايد يورجن كلوب انت كمتابع للشأن العربي والمغربي نفسك يروح فين مرابط انا شخصيا نفسي كل نجومنا العرب يتألقوا في اوروبا ونفسي بصراحة سفيان مرابط ينتقل للملاعب الاسبانية للبرصة بشكركم انا محمد حسني شكرا جزيلا والى اللقاء في لايفات ولقاءات تانية جديدة دائما وابدا عبر منصة 24 ساعة رياضة الى اللقاء